هو قال فلان وفلان 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 وفلان، وحد قاعد جنبه قال له قول له مجدي شطة وحسن شاكوش، وهو بيقول لهم اقول مين اقول مين. ما تاخد تكلمش. صحابي رايحين جايين عليا، فين يا عم مجدي التيكيتات؟ الله يسهل لك يا عم، انا مش هنروح معاك الحفله، بصوتك ده مش هيتم ان شاء الله. عارف يعني ايه مهرجانات؟ لا. يعني ايه؟ حضرتك استاذنا. جاوب على امي سؤال! جاوب على امي سؤال! هلا. ايوه. حاضر. لا يعني احنا في عزة. التعامل مع الحروف. اليه. العين. الحاء. الف استهبال. ب بواخر. ت تباتا. دال دزمة. زين زبالة. ايه يلا يا برضو. يعني في حاجة برضو زعلتنا اكتر، ان هو بيقول للاستاذ عمرو دياب الهضبة انزل شيلنا اطلع مكانك. مالكش دعوة. مالكش دعوة. لا مفيش الكلام ده. مالك يا حاج قرفان مني كده؟ زي ما يكون في حد هام تحت درسك، ليه القرف ده كله؟ حمو بيكا المنافس القوي لمجدي شطه ده من الفايكنج. تعرف الفايكنج؟ فاهم عليك، مش فاهم انجليزي. جري يا جماعه. لا 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 لا. ايوه رايك في ايه؟ انا مش من بسالك. هو اللي يقول رايه، انا ما عنديش راي في ده. دي حاله. لا. حاله هو فاهمها انا مش فاهمها. انا مجدي شطه مش الاستاذ حلمي بكر. مالك فخور قوي؟ امال لو اسمك اشرف كنت قلتها ازاي؟ مين مين؟ لا انا مجدي شطه مش الاستاذ. وهو بيكا مبسوط منك قوي يا ابو حاج. الله يستر قصدك يا عم الحاج، وكل القيادات مبسوطه منك قوي يا ابو حاج. إيه؟ شايف الصوت ده ايه؟ انت حلو اللي قلت لي شايف. الحمد لله. الموتيلي سامع الصوت ده ايه؟ وما دام شايف، انا وانت شايفين كلنا البلوزه حمراء والبنطلون اسود. الا شيء تاني يقول له الا لا بلا لا. طب تشيكا بلا بقى ايه ده؟ يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. دول مش عايزين نقابه، عايزين البوليس. يا مسؤولين انتوا فين؟